صباح الخير عليكم واهلا بحضراتكم. يوم جديد سعيد عليكم، نتمنى لكم الخير والبركه دائما. وطبعا النهارده يوم جمعه، يوم من الايام المباركه، نتمنى لكم الصحه والسعاده فيه يا رب. ويمكن الجو برد شويه النهارده، فنخلي بالنا من صحتنا. المرحله ال 25 من مبادره كلنا واحد هتنطلق اليوم، وطبعا دي استكمالا للمبادرات المهمه، وهيبقى لها دور كبير جدا في تحجيم الاسعار وتحجيم التضخم وتحجيم التجار الجشعين اللي هم شايفين ان دي اوضاع هم بدل ما يساعدوا فيها او يحاولوا ان هم يكونوا عون لنفسهم وللسوق ولمصر وللمواطن العادي، لا بيخفوا السلع، بيحاولوا ان هم يغلوا كل يوم بسعر جديد في سلع ما تلاقيهاش موجودة وهكذا. طبعا ده دور مهم جدا بتيجي فيه الدولة في الأوقات اللي زي كده علشان يكون ليها دور ويكون ليها يد طولة في هذا الموضوع. جنب الرقابة على الأسعار دايما بيكون عندنا جمعيات حماية المستهلك لها دور مهم، المواطن نفسه ليه دور مهم، وأيضا الحكومة بتحاول تساعد في ان هي المخزونات الأساسية أو المواد الأساسية لازم يكون لها موجودة عند الجمعيات والشوادر. وإحنا طبعا داخلين على كل عام وانتم بخير، داخلين على شهر رمضان، هذا الشهر المبارك اللي إحنا دايما يعني المصريين بيزيد انفاقهم فيه بشكل كبير، ونتمنى ان الامور تختلف الوقت ونظرة الناس تبدأ تختلف شوية مع الاوضاع الاقتصادية السيئة على مستوى العالم والغلاء اللي في مصر، فنبدأ نرشد استهلاكنا بشكل كبير. في معارض اهلا رمضان برضو داخله معانا، بدات يمكن في بني سويف من يومين وهتبدا تتفتح في كل المحافظات، وزي ما وزير التموين قال على الاقل ثلاث شوادر او ثلاث معارض في كل محافظه، ده غير السيارات المتنقله. خلونا نتكلم اكثر تفصيلا، ومعايا الاستاذ محمود عسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. اهلا بيك يا استاذ محمود. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل. كل سنه طيب وانت طيب يا رب بالصحه والسلامه، ويدخل علينا رمضان تكون الدنيا طبعا الجو اتغير بهذا الشكل. خلينا نبدا دلوقتي، انت شايف السوق المصري في الاوضاع اللي احنا فيها ازاي؟ طبعا لا شك ان السوق في مصر الان اصبح يعني سوق عشوائي جدا. انت بتتكلم على تجار يوميا انت بتنتظر منهم هيرفعوا سعر حاجه، مش عايزين نقول بالساعة يعني ممكن مرتين ثلاثة في اليوم. يعني أنا أقول لحضرتك على تجربة أنا حصلت معايا شخصيا. اشتريت شاي لبراند معين تمام ب 84 جنيه. الحقيقة هو كان كاتب السعر على المنتج، فجه بعد شوية براند تاني غلى السعر فهو رفع. رفعوا مع بعض، فلما رفعوا مع بعض، وده على فكرة بتبقى فيها شبهة ممارسة احتكارية لما يرفعوا مع بعض وينزلوا مع بعض ومش عارف ايه، ده شغل اتفاقات والقانون يحظر الاتفاق المسبق. طبعا المهم انه ايه بقى ب 84 فجاه بقى ب 115 العبوه. انا سالت التاجر وراجل طيب اسمه ميدو، راجل حبيبي جدا، قلت له ميدو بكام الشاي؟ قال لي ده ب 84 جنيه بس هو غلي، بس انا عندي ستوك منه عليه مكتوب عليه السعر. قلت له ما يقدرش يغيره؟ قال طبعا ما يقدرش يغيره. فعطاني منه عبوه. ده بقى بالتحديد مش هيقدر يغير. ليه؟ لانه كتب على العبوة. تمام، وده اللي الحكومه كانت، وده اللي احنا عمالين نقول اللي يوقف الزيادات اللحظيه. انا بقول لا زيادات لحظيه، يعني كل شويه تلاقي زياده. انا في جهاز حمايه المنافسه لما كنت بقدم بلاغ عشان موضوع السكر قلت لهم احنا هنعمل تجربه على واحنا قاعدين، تعالوا دلوقتي نتصل باسيوط. يا خالد قول لنا كيلو السكر عندك بكام؟ قال ب 50. اتصلنا بالمنصوره صديق اسمه احمد، كلهم زملاء صحفيين على فكره، بكام كيلو السكر؟ قال ب 50. طب ايه اللي عرفهم؟ في حد مرتبط بيهم بيعرفهم السعر وكل شويه يقولوا زود. خلاص دلوقتي انت السوشيال ميديا على الواتساب دلوقتي عامله جروبات، عندك والتليجرام. التليجرام وجروبات، وبالتالي انت قدام ازمه. انا بقول يعني بامانه انا مخنوق جدا من الحكايه دي، لانه الزيادات دي مخليه الناس مش حاسه بامل، حاسه باحباط دايما. انت دايما بتاذيهم. يعني احنا النهارده الاوكازيون الشتوي وبدا، وانا اظن يعني الاوكازيون ده في يعني الناس كتر خيرهم بتوع الملابس دول لو ربنا اكرمهم واشتغلوا. انت داخل على رمضان طبعا والناس عايز تشتري حاجتها وبتاع لا حاجتهم ملابس حاجتهم قبل العيد مش هيقدر لسه العيد. وبالتالي طبعا في ناس ممكن تنتهز الفرصه لو معايا فلوس هتشتري طبعا. انت
تمام؟ انما الناس اللي معهاش هتوجه كل ميزانيتها لمين؟ للاكل. انت داخل على شهر رمضان ومعدلات استهلاك في رمضان بتزيد اضعاف اضعاف صحيح اللي بيحصل طول السنه للاسف يعني. طبعا انا بشر حضرتك انه مش هيزيد قوي السنه دي، لان حضرتك بتقول في المقدمه انه الناس ترشد. لا الحقيقه هم خلاص رشدوا. المصريين الان منذ عام 2018 حتى الان في اجراءات تقشفيه في بيوتنا. بص يا استاذ محمود، عشان برضو ما نرميش حاجه اللي بيروح اللي بيروح، انا ما بتكلمش على الترشيد كده، انا بتكلم ان انت لما تلاقي حاجه غاليه لا بالنسبه للمقاطعه يعني مش لازم انك انت فورا ده كلام مده اسبوع لو انت بطلت تستخدمها والله لمده ده لو أسبوع. حصل ده لو حصل قلنا ايام البيض وقلنا ايام ده لو البيض هيمشيش وده قلنا له خليها تمشيش وعلى بتاع ده اللحمه قلنا خليها تعفن هتقعد عندهم. المصريين للاسف الشديد يعني ما بيلحقوش. ما انت بتتكلم هتعمل ايه؟ ما هي زيادات متلاحقه وهم مرتبطين بالسوق السوداء بتاعه الدولار. كل ما الدولار يرفع في السوق السوداء تمام هم يرفعوا وعلى فكره الدولار لما نزل في السوق السوداء ما حدش منهم نزل مع ان السوق السوداء دي اللي كانوا الكتاب المقدس اللي مشغلين عليه. ايوه طب يا جماعه يعني خلي عندكم دين، خلي عندكم رحمه، دي بلدكم، دي ما ينفعش ان انت تغلق اثاثك وجارك واخوك وصاحبك يا فندم. هو تاجر لسلعه، انما انت مستهلك لخمسين الف سلعه تاني. يعني بص انا دايما اقولها التاجر ده شغال بفلوسي. انا كمستهلك اللي مشغل التاجر صحيح، ومشغل المصنع ومشغل المصانع والمنتجين، مشغل كل الناس في العالم المتقدم بره. في العالم المتقدم يقول تجاوزا يقول لك ده اله السوق، استغفر الله العظيم. يعني انما هو نمره واحد الذي يجب ان يحترم هو المستهلك. طبعا انا اللي فاتح لك البيت، انا اللي بدفع لك مصاريف المدارس العاليه، انا اللي بجيب لك العربيه الشيك، انا اللي بسكنك في مصيف شيك، انا اللي بدفع لك ضرايبك وتاميناتك وبدفع لك كهربتك والميه كل حاجه، وانا اللي بدي المرتبات للناس اللي عندك ومرتبات الناس اللي عندك. يعني من الاخر احترمني طبعا، قدرني، حس بيا. بس برضه هرجع للنقطه اللي انا كنت عايز اكلمك فيها، ان التوتر والسرعه في تغيير الاسعار ده بيخلي عند ناس كتيره شغف. خوف ان هو انا يخزن. النهارده جبت زي ما قلت لحضرتك، زي ما حضرتك قلت كده، انا جبت النهارده باكل الشاي ده مثلا ب 80 جنيه، انا خايف ان بعد ساعتين ولا بكره اجي اجيب واحد تاني الاقيه ب 90 جنيه، فاقوم اخد اتنين تلاته. تشوف في الهايبرز الكبيره ان ناس كتيره بتروح تشيل مواد غذائيه كتيره عشان هو بيبدا يخزن لرمضان، فانا بتكلم في قصه الترشيد. هو حضرتك بدل ما تخزن الجنيه خزن البنيه. ده الكلام اللي بيقولوه على السوشيال ميديا. يعني انت بتتكلم النهارده برضو الناس يقول لك كيلو البنيه النهارده ب 220 جنيه، ممكن يبقى ب 250. ما ده برضو الجزء اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان انت بتغلق افاق المستقبل قدام الناس، بتعمل لهم احباط. ده بالعكس، انت من مصلحتك كتاجر ان قوتي انا الشرائيه تزيد، وانت تنتج وتشتغل وتبيع وتغير وتجيب جديد عشان تستمر الحياه وتعمل دوره راس مال. كل ما انت بتبيع اكتر كل ما مكاسبك هتعمل دوره راس مال، حتى لو هي نسبه المكاسب. انما لو انت خد اقل. يا سيد الفاضل، يا تجار مصر، يا اللي سامعيننا دلوقتي، ارحموا الناس، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الدوله المصريه في الفتره الاخيره بدات تتحرك بقوه، لانه شايفه انه دعاوى الرحمه دي واستجداء الرحمه من هؤلاء البشر مش نافعه، فهو ما قدموش دلوقتي غير ان يعمل اتاحه. تمام. وعشان كده جات المعارض وجات. انت انا كنت حاضر اجتماع قبل ايام في مكتب معالي المحافظ دكتور ايمن مختار محافظ القاهليه، كان جامع كل الناس عشان يوجه. وانا عايز اقول لك انه الحاله المعنويه اللي انا خرجت بيها من المكان ده، انا لو عندي اي حاجه هعملها، لانه الراجل والله قال جمله انا عجبتني جدا، قال احنا الحمد لله ربنا اخصنا بان احنا نبقى خدامين للناس. لو احنا خدمناهم وعملنا لهم الحاجه دي احنا بناخد اجر وثواب، سيبك من المنصب وسيبك من الفلوس، في النهايه احنا مصريين مع بعض، لازم بلدنا تتحرك ولازم تعيش ولازم تستقر. هذا البلد يا فندم محاصر، انت في الشرق عندك ازمه، وفي الغرب عندك ازمه، وفي الجنوب عندك ازمه، وكل عمال يصدر لك مهاجرين وناس، وانت عايز تاكل كل دول. وعلى فكره رغم كل القسوه اللي احنا بنعانيها في حياتنا، الا ان احنا برضو استقبلنا ناسنا واهالينا اللي موجودين في السودان والموجودين في سوريا والموجودين في لبنان واللي في العراق. احنا الحمد لله بلد يعني بتهضم الناس جواها وبيعيشوا فيها حياه امنه وجميله. انا عمر ما شفت مغترب
او سوري او عراقي او اي حاجه جاي عايش عندنا في مخيم، بينما رايتهم في لبنان. كنت فرح اصور لقيت السوريين في مخيمات. كل حته في العالم، كل حته احنا حاطينهم جوه قلوبنا. وعلى فكره عارف انت السكر ممكن يكفيك. احنا عندنا اكتر من 10 مليون يعني اخوة وعربي، يعني ربنا يا رب يرجعهم لبلادهم سالمين امنين. احنا عندنا 10 مليون، الفجوه في السكر في العشرة دول. لو انت رجعت لو مش موجودين السكر اللي عندك ده يكفيك. وعلى فكره داخل لنا حاجات الفتره اللي جايه دي، مصنع تقريبا داخل هينتج جديد يعوض الفجوه اللي احنا بنستوردها من الخارج. ممكن ان شاء الله السنه اللي جايه ما نستوردش. ولو احنا قللنا معلقه سكر، على فكره معلقه سكر كفايه، كنا عاملين حمله معلقه سكر كفايه. والسكر يعني ما بلاش منه، تمام؟ لما اقول لك بس احنا زي ما بنقول داخلين على رمضان، طبعا هتاكل حلويات وسكريات ومش عارف ايه يعني. والله هذه دعوه، مش دعوه يعني مش دعوه لترشيد استهلاك السكر، دعوه لان احنا نتعامل مع السكريات دي بحذر، لانه مجلبه لكثير من الامراض. مجرد ما بيجي سكر لبني ادم بيعمله مصيبه، بيعمله مصيبه. انا لما جالي سكر رحت للقلب، لما جالي سكر مش عارف رحت المش... صحيح صحيح، بيجيب لك مشاكل كتير. يا ريت نحاول نقلل كميه السكر بتاعتنا. معلقه سكر انا دلوقتي، انا ليا دلوقتي بتاع 4 سنين أو 5 سنين باخد معلقه الا في بعض الاحيان. ده على فكرة الصينيين لو خدوا معلقة سكر زيادة حضرتك ما تلاقيش كيلو سكر بره تستورده. معلقة واحدة بس. وبرضو دي دعوة ان احنا نبدأ نرشد من استهلاكاتنا في الحاجات التانية طبعا اللي زي كده. طيب خلينا نتكلم على الشوادر ديت. انت شايف أهمية الشوادر خاصة في فترة رمضان ازاي؟ الإتاحة. ودي مش تجربة أولى يعني، احنا جربنا قبل كده. بص الإتاحة، ما هو انت ما قدامكش حل غير ان انت تتيح السلعة بسعر معقول وثابت مش متغير كل يوم. تمام، انت النهارده هتعلن عن اسعار في معارض اهل رمضان، وهتقول المعارض دي شغاله معاك لغايه بعد رمضان. على فكره السنه اللي عدت قعدت، انا فاكر انه معرض بتاع اهل رمضان اللي اتعمل السنه اللي عدت في المنصوره استمر طول السنه، استمر طول السنه وما زال موجود. الرئيس ان هي تستمر كل الحالات في بعض البلاد شالت، وفي بعض البلاد شغاله ما زالت مستمره. الحقيقه المنصوره دي تجربه بامانه، عشان اكون صريح معاك، تجربه من اعظم التجارب في فكره الاتاحه. لو انت تاخد منها كوبي لباقي المحافظات هتستريح جدا. اولا انت يعني، انا بفر لقيت العيش عندنا في اسيوط بقرش، بينما تاخد العيش من المنصوره، العيش بتاع التموين بتاع الغلابه، تمام، بتعمله بيتزا حضرتك اللي هو اتحاك من المنصوره تقريبا. انا بابايا من المنصوره بس انا من بورسعيد. الرغيف تلاقيه اللي هو بورسعيد، الرغيف برضه اللي هو شبه اللبناني، شبه اللبناني. واقسم بالله بعمله بيتزا، برص فوق بعضه احط له حاجات كده وبتاع ودخله الفرن بيطلع زي الفل. عايز اقول لك فكره ان انت دايما التموين عندك بتتابعه، وعندك الناس بتحاول تدعم فكره الاتاحه. احنا لما بيحصل عندنا اي مشكله ولا اي حاجه بطلع اتصل بمحافظ بيقول لي فورا فر الكهرباء، حصلت عندنا مشكله فورا اتكلم الناس بتاعت الكهرباء والكهرباء اشتغلت. ليه؟ هو فاهم كويس جدا انه الاتاحه هي الحل الامثل الان عشان تعالج مشكلات الناس. وبلد كبيره الدهليه الحقيقه، لو خدت منها كوبي من الحكايه دي بامانه تنجح في كل المحافظات. اكبر محافظات طول السنه، طول السنة عندك رز وعندك السكر يعني السكر حصل فيه مشاكل في معظم المحافظات، في المنصورة ما فيش مشكلة. أنا على يقين من كلامي. احنا في مرة لما حبينا نعمل البصل ما حدش استقبلنا نبيع البصل أبو 20 جنيه ده إلا الشرقية والمنصورة. تمام؟ ومجرد ما أعلن إن احنا بنبيع البصل ب 20 جنيه في المنصورة واتنشرت أخبار، تاني يوم بقى ب 23 جنيه مش 40. يعني حتى كمان هو خدم المناطق التانية. يمكن برضه المنصورة عشان فيها منطقة زراعية، ويعني ده بيخدم. لا لا على فكرة هو الزراعة طبعا لا شك. انما الأهم من ده الرؤية. الفكر. أنت عندك شاب صغير ما شاء الله عليه ربنا، أنا عارف الدكتور أيمن أقل تقريبا من 50 سنة، شاب حيويته موجودة ربنا يبارك في صحته. إنما هو في حقيقة الأمر عنده رؤية وعنده خبرة في الإدارة، واضح ان هو درس اداره في الدكتوراه بتاعته في الاداره، فعشان كده هو بيعرف يدور الدلاب اللي شغال معاه كويس. ده لو اتعمل في محافظات اخرى ينجحك.
ويا ريت يا ريت دوله رئيس الوزراء يشوف تجربه الاهليه ماشيه ازاي في فكره الاتاحه ويعملوها. ليه 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 ما نعملش المعرض طول السنه؟ ليه نشيله؟ ما المعرض اهو شغال طول السنه. انا اول امبارح كنت موجود لقيت الناس واقفه تاخد سكر. طيب يعني برضو المعارض ديت بتبقى فيها مشكلة أساسية، إن هي محافظة زي المنصورة كبيرة جدا طبعا. عندها فروع قرى ومراكز وغيره. لا لا ده عنده 22 النهاردة، بيقول للشباب اللي كانوا الرؤساء المدن الأحياء يوم 20 بالظبط هياخد تمام بإنه لازم يبقى عنده في كل مركز معرض هايل. وإحنا وفكرة إن يبقى في عربيات متنقلة، إحنا كمان في اللحمة في المنصورة هننقل بالعربيات المتنقلة. زميلنا وائل قال انه هنحرك عربيات للاماكن اللي مش عارفين نوصل لها. يعني حتى الاماكن البعيده القرى النجوع كلام هنوصل لها ان شاء الله، مش هنسيب مكان طالما شغالين في حته. وبتمنى ده يحصل في الاماكن التانية، مش هتسيب مكان، وحتى الدوله قالت ده، مش هتسيب مكان في البلد محتاج لحاجه الا لما هتلبي له طلباته. لانه احنا شايفين الدوله شايفه كويس جدا انه اللي بيعملوه ده حاله استغضاب للناس. بيحاولوا يسخنوا الشارع تمام، واحنا عمالين نبرد فيه وبيسخنوه على نفسهم. ده اغبياء جدا. يعني انا مش شايف مبرر ابدا لو لا قدر الله لو حصلت قلاقل ولا مشاكل، هو انت هتروح لمين؟ انا كراجل غلبان ثوره جايه هتقوم مثلا، لا قدر الله مش هتحصل. مصر بلد كبيره طبعا. تمام، لو 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 قامت ثوره جايه هروح على مين؟ هروح على مخزن الاكل طبعا، هيروحوا لك انت. هياخدوا العلب والحاجات بتاعتك والمنتجات بتاعتك. يوم 28 يناير كانت قدامنا، واحنا شفنا ايام ايام كورونا لما حصلت حتى في كل الدول المتقدمه، اول ناس اتضرت مين؟ طبعا السوبر ماركتس واللي طبعاً. فيها الحاجات اللي كل فيها الناس. المعارض بقى اللي زي كده ازاي نوسعها والمواطن يتعامل معها ازاي؟ لان برضو فكره الخوف من بكره دي زي ما حضرتك قلت عليها من البدايه بتخلي عندنا مشكله. المواطن لو هو خايف ان الحاجه هتعلى او الحاجه مش موجوده او بكره هيعمل ايه، فبيضطر ان هو يستلف النهارده عشان يامن لقمه العيش بكره. هو طبعا حكايه التخزين دي مشكله كبيره جدا. انا بامل بامانه انه المرحله اللي جايه دي ما نخزنش لسبب، لانه التراكمات التخزين دي بتسحب من السوق طبعا، والسحب اللي على المكشوف ده من السوق زي ما انت شايف كده ده بيعمل مصيبه. بيخلي ان يبقى فيه ندره والتاجر يرفع سعره، ويبقى دوري انا هعمل اتاحه بيمشي خلاص بيروح ماليش دور خلاص. انا بعمل اتاحه ليه؟ عشان اعمل توازن داخل السوق، عشان اخليه يبيع بسعري او بقى او بازود شويه من سعري تمام. انما فكره انه انا اروح اسحب كل الكميات بسرعه واشفط، ما هو المعارض ده برضه ليها طاقه تمام، ما ينفعش ان انت تشفط منها كده عمال على بطال. بس انا بشر كل الناس اللي سامعيننا، مصر آمنة فيها كل الحاجات اللي انت محتاجها لشهر رمضان وبزيادة، والشهور عديدة. انت ما بلد مش صغيرة، البلد الحكومة عاملة حسابها للمخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت وكل حاجة. يعني الامور طب هتمشي تماما. بقى على اللحمة واسعار اللحمة والفراخ والكلام ده، وبالذات ان احنا داخلين على رمضان، الدنيا هتبقى فيها ايه يعني؟ ما هو الدولار ده ملعون، لعنة الله على الدولار واللي عملوه. يعني الحقيقه الدولار ده هو سبب الازمه، لانه البهوات بتوع الجزاره دول او البياعين الكبار مش الجزارين، على فكره الجزار من مصلحته السعر ينزل عشان يبيع. عشان يبيع. انت دلوقتي برضو اما تروح تشتري 2 كيلو ونص ب 1000 جنيه، انت معك كام 1000 جنيه كموظف او كصاحب رب اسره تمام؟ ف يعني انت دايما بتتحسس جيبك وانت رايح عند الجزار. لا هتدفع 1000 جنيه ولا تدفع 500 جنيه مثلا في كيلو ولا كيلو وربع ولا مش يعني. فانت امام ازمه لما بيزيد السعر، معدلات السحب بتنخفض، هامش الربح اللي كان بيحصله الجزار بينخفض، البيع عنده بيقل، وعنده تكلفه ثابته في العماله طبعا، وفي الكهرباء وفي الميه وفي الضرايب وفي التامينات. فهو عنده ازمه، لما بيبيع كتير بيستفيد طبعا، انما البيع القليل. وعلى فكره الناس الكبار بتوع العجول دول عندهم أزمة، إنه بكل يوم بيأكل بألاف بمئات الألاف. فيا عم أنت بدل ما تأكل بمئات الألاف اذبح واحد غيره يعني خلاص. ريح الناس. بص حالة الاختناق اللي فيها الناس الآن سببها إنه كل يوم ضغوط عليك برضو. الحالة النفسية دي يعني عيب عيب قوي إن احنا نوصل الناس للحالة النفسية دي، إن أنا بضايقهم طول اليوم،
ان انا يعني اخلي الراجل ومراته في البيت يعملوا خناقه، انا شايف حد يعني يعملوا خناقه تمام ويزعلوا على وبيقعدوا يحسبوا الحسبه، طبعا حسبه برمه طبعا، يشدوها من هنا تفنيخ معاهم من حته ثانيه. خلينا نشوف بقى دور الاجهزه الرقابيه في رايك في الوقت ده. هنا بقى ده الكلام وده يا ريت الكلام اللي يرضي ربنا، مش هكلمك عن المشكله لكن هكلمك عن حلها. اتفضل. قولا واحدا، مصر الان ما تقدرش تعمل رقابه، ما عندهاش. انت عندك 1000 مفتش تموين وانت ما بتعينش في الجهاز الاداري طبقا الاتفاقيات والحاجات، خلاص مش هتعين. جهاز حمايه المستهلك عنده 500 واحد، في ضبطيه قضائيه للجيش 500 واحد، في ضبطيه قضائيه 500 واحد. هو لسه الحكايه بتاعت الجيش دي اللي جت جديده، لكن قبلها انت 500 وهناك 1000 1500، دول اللي يراقبوا يراقبوا مليون، يراقبوا 100 و120 ولا 101. قول 110. لا يا باشا 100. ماشي يا باشا، ما يعملوش مليون تمام. لكن انا عايز اقول لك بقى الحل. اتفضل. الحل ان احنا، انا كنت في مره بتكلم مع الفنان محمد صبحي، كنت قلت عليه حاجه في الحوار الوطني فاتنشرت، فكلمني قال لي يا محمود انت ممكن تريح نفسك بالرقابه دي. قلت له ازاي؟ قال لي هنعين الولاد الشباب الجدد دول، عيال لسه ابرياء اللي خارجين من الجامعه مش بيروحوا خدمه عسكريه. قلت له اه. قال لي بيروحوا خدمه عامه. قلت له اه. قال طيب بنعينهم يقعدوا لمده سنه ومش هيلحق يفسد، مش هيقعد هتقدر تطور من الحكايه. عين الولاد دول وهم بياخدوا مرتباتهم من الخدمه العامه. في بنات، كل البنات اللي هنا عندك في التلفزيون اللي بيشتغلوا راحوا خدمه عامه طبعا، والولاد برضو في جزء منهم بيروح الخدمه العامه. دول يروحوا فتشين تموين، يراقبوا السوق، يفرضوا سيطرتهم على السوق، يرصدوا لك كل رقم وكل سعر موجود في السوق. انت دلوقتي في شهر مارس اللي جاي هتراقب السعر، كتابه السعر على المنتج، مين يراقب؟ الناس دي هي ترصد لك. انا بقى مش عايز الضبطيه القضائيه، فالتزم بالضبطيه القضائيه للجحيم. انا عايز ضبطيه بتاعت السوشيال، بتاعت الالكترونيه، بتاعت الموبايل. ما انت بالصوت والصوره بالموبايل ده دلوقتي الولاد دي معاها موبايل صوت وصوره، مفيش ولا واحد من الولاد ده دول. يعني انت ممكن تشيل، او اللي سامعيني اباء يشيل موبايل بزرار لكن يجيب لابنه اللي في ابتدائي اندرويد. قصدك ان هم يصوروا ويبداوا يصوروا دوت وبعد كده الضبطيه القضائيه تبدا تشتغل. يا باشا يبعت يفيد لمين؟ للكنترول في جهاز حمايه المستهلك، للكنترول في الرقابه والتوزيع في وزاره التموين. هم دول يتحركوا بسرعه يعملوا ضبط ويعملوا حاله ارهاب حقيقي بقى. انزل بقى ممكن يعمل ده. بص بقى، ما هو ده برضه مهم. ده دور مهم جدا ان المواطن اللي يبلغ. على فكره اللي بلغوا الاسبوع اللي عدى عن السكر اللي كان محبوس في اماكن وبتاع، مواطنين محترمين، مواطنين عندهم اخلاق وضمير، حاسين بازمه البلد. انا كذا يعني اكتر من حد كلمني على مخزن سكر في اماكن، كنت ببلغ اقول يا جماعه روحوا خدوا السكر في الاماكن الفلانيه، وبيلاقوها على فكره. هو ده دور مهم، دور صحيح بالغ الاهميه، انت تساعد الدوله في الوصول للحلول الايجابيه. نتمنى طبعا الخير لمصر، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا استاذ محمود، يكرمنا جميعا مصر بخير دايما ان شاء الله. استاذ محمود عسكري رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، وان شاء الله يعني تكون الازمه اتحلت قبل رمضان ان شاء الله. اشكرك. شكرا للوصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ده كان حوارنا الاول، اكيد عندنا حوار تاني بعد قليل مع الزميله ماجده القاضي، ابقوا معنا. We'll be right back.